سلام، انا معاد احبوش. مرحبا بك في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على الدرس الثاني في الجغرافيا اللي هو المجال المغربي الموارد الطبيعيه والبشريه. غنحط جوج اجزاء باش يسهل عليك الفهم وتفهمو دغيا، واي سؤال تحط لك في الفرد او في الجهوي تاخذ النقطه كلها. دونك في هذا الجزء الاول غنعرفوا شنا هي الوضعيه ديال الموارد الطبيعيه والتوزيع ديالها في المغرب والاساليب ديال التدبير ديالها. كيف ما قلت لكم في هذا الجزء هذا من الدرس غنتكلم لكم على الموارد الطبيعيه فقط، والجزء الثاني غندوي فيه على الموارد البشريه. الموارد الطبيعيه باش نفهموها شنا هي، الموارد الطبيعيه هي المصادر اللي كتحقق الاكتفاء الذاتي للدوله، يعني نقدروا نقولوا المصادر اللي كتعمر بيت الخزين ديال الدوله باش تعيش وتتاقلم مع الدول. المهم انت عقل لي على المثال اللي غنعطيك دابا. واحد الدوله بحال سوريا اللي تخربات الموارد الطبيعيه ديالها، راكم عارفين كيف دايره، مخربه من الداخل ومن برا. التنميه في سوريا نقدروا نقولوا انها منعدمه، وهذا غيخليكم تفهموا شويه شنو هي القيمه ديال الموارد الطبيعيه. اوكي، دابا فهمنا شنو هي الموارد الطبيعيه. اللي خاصك تفهم في هذا الجزء ديال الموارد الطبيعيه هو شنو هي الوضعيه ديال الموارد الطبيعيه، واش ضعيفه واش قويه، التوزيع الجغرافي ديال الموارد الطبيعيه، زعما فين جات في المغرب، اين مناطق، اين بلايص في المغرب. والحاجة الثالثة اللي خصك تعرف هي الأساليب ديال التدبير ديالها، يعني شنا هي الحوايج اللي خصنا نديرو باش هاد الموارد الطبيعية تبقى خدامة للبلاد وكتزيد بالبلاد القدام. واخا أجي نشوفو كي دايرة الوضعية ديال الموارد الطبيعية في المغرب. الموارد الطبيعية اللي خصك تعقل عليهم كاين ستة: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية، والمعادن، والطاقة. بلاتي نعاودهم باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية، والمعادن، والطاقة. نعاودو مرة أخرى باش تعقلوا عليهم: الماء، التربة، الغابة، الثروة البحرية يعني البحر، والمعادن، والطاقة. أوكي، فرعت لكم راسكم. بلاتي نشوفوا الوضعية ديال هاد الموارد كاملة في المغرب. بالنسبة للماء اللي هي أول مورد، الوضعية ديال الماء ديال هاد المورد هذا اللي هو الماء ضعيفة في المغرب. خاصكم تعرفوا أن المواطن المغربي النصيب ديالو في الماء راه غادي وكينخفض، والسبب كاين عدة عوامل. كاين العامل ديال الجفاف، كاين العامل ديال التصحر، يعني الأراضي، كاينين شي أراضي في المغرب اللي ما فيها لا ماء لا ماكلة، يعني أرض جرداء قاحلة. وهذا عامل، كاين العامل ديال تزايد السكان، كل ما زادوا السكان النصيب ديال الماء راه كينقص من المواطن. اجي ناخذ واحد المثال، بحال دابا انت وصحابك، يعني انت وجوج صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، ماشي انت وربعه صحابك خديتو بيتزا وقسمتوها، الطرف اللي غايجيك نتايا غايجيك صغير، ما حد الحاجه كتزاد، يعني الانسان كيتزاد والقسمه ديالك كتنقص. هذا هو المشكل، تزايد السكان غادي وتزيد. كاين عامل اخر ديال ضعف ترشيد استعمال الماء، يعني الماء ما مستغلش بالطريقه اللي خصو يتستغل بها، يعني الماء كيضيع بزاف ديال الحوايج بحال التلوث ديالو. وهذا الشيء كله اللي ذكرنا راه هو اللي غيخلي المغرب يعاني من الخصاص المائي من هنا للقدام، يعني مشينا فيها اخوتي. سالينا دابا من الوضعيه ديال المورد ديال الماء، وراكم عرفتوها كيف دايره هذه الوضعيه هذه. دابا ندوزو الوضعية ديال المورد الثاني اللي هو التربة. الوضعية ديالو في المغرب حتى هي ضعيفة، حيت التربة في المغرب، التربة الخصبة الصالحة للزراعة قليلة في المغرب. كاين سبب آخر ديال تلوث التربة، يعني التربة كتولي مسخة. كاين العامل الآخر أو السبب الآخر هو الملوحة، التربة ملي كتوصل ليها الملحة في المغرب ما كتبقاش صالحة للزراعة، سواء في المغرب سواء، المهم التربة ملي كتوصل ليها الملحة ما كتبقاش صالحة للزراعة. وهذا هو المشكل اللي كاين في المغرب، بزاف ديال التربات الخصبة في المغرب كتوصل ليها الملحة وما كتبقاش صالحة للزراعة. وبسبب الاستغلال المفرط المغاربة تزرعوا بزاف التربة ما تخليوهاش ترتاح، وهاد الأسباب كلها كتزيد تضعف الوضعية ديال التربة في المغرب اللي هي مورد طبيعي، يعني عنده واحد القيمة عليا في المغرب.
المورد الثالث الطبيعي في المغرب هو الغابة. المغرب فيه أصناف نباتية متنوعة بحال الأرز والبلوط وإلى آخره، وهاد الأصناف كاينة في الجبال، كاينة في الغابة ديال معمورة مثلا اللي معروفة بالبلوط، والأرز كاين في المناطق الجبلية اللي نقدو نقولو أزرو. اوكي عارفك دابا غتقول الوضعية غدا بخير مزيان كل شي مزيان، ولكن الغابة في المغرب راه حتى هي مهددة باش ما تبقاش، والسبب اللي قدر يحيدها في المستقبل كاين عدة أسباب، بحال الجفاف، بحال الاجتتات الناس اللي كيحيدوا الأشجار من الجدر، بحال الرعي الجائر، السراحة اللي كيخليوا الخرفان يرعاو في الغابة وكيفسدوا في الأشجار ديالها، الحرائق حتى هي سبب باش ما يخليش الغابة تزيد تستمر. الغابة نعمة بحالها بحال الدار، عقلوا عليها. تقلص ديال المجال الغابوي بمعدل 30,000 هكتار كل سنة، هذا التقلص هذا راه كيساهم بتدهور الأنظمة البيئية، يعني راه كاين علاقة ما بين البيئة والغابة، وكل ما تدهورات الحالة ديال الغابة كتدهور البيئة. اجي نشوفوا دابا الوضعية ديال المورد الرابع الطبيعي بالمغرب اللي هو الثروة البحرية او البحر، نقدو نقولوا البحر. الوضعية ديال هذا المورد هذا المرة هذه قوية، ولكن راه بالنسبة لنا احنا كمواطنين راه ما كنشوفوا والو منها. ما علينا، المغرب دايرين به جوج واجهات بحرية، وحدة كتطل على المحيط الأطلسي ووحدة كتطل على البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو اللي خلى المغرب يكون عنده ثروة بحرية منوعة، هالأسماك هالرخويات هالقشريات إلى آخره. ولكن المغرب ديما كيواجه الصعوبات في الموارد الطبيعية القوية ديالو. هاد المرة هذه بالنسبة للبحر الصعوبات اللي كيواجه هي كاين من بينها الاستغلال المفرط، ولكن راه ماشي حنا اللي كنستغلوه، وكاين التلوث ديال البحر، وكاين عاوتاني الخطر ديال انقراض بعض الموارد البحريه، يعني شي اصناف ديال الاسماك والرخويات كاين اللي منها نقرض وكاين منها اللي غينقرض من بعد. واخا دابا شفنا الوضعيه وشفنا الصعوبات ديال المورد الرابع اللي هضرنا عليه اللي هو الثروه البحريه، اجي نشوفوا المورد الطبيعي الخامس بالمغرب اللي هو المعادن. المعدن الوحيد اللي في المغرب نقدو ناخدوه بعين الاعتبار واللي في المغرب عنده كمية كبيرة منه هو الفوسفات. المغرب عنده 75% من الاحتياطي العالمي للفوسفات. المغرب هو ثالث مصدر عالمي للفوسفات. المعادن الاخرى كاينة ولكن قليلة، ولكن كيف العادة المغرب كيواجه صعوبات في هذا المورد. هذا كاين قلة الاستكشافات، يعني عندك ثروة وانت ما عارفش، كاين ضعف الاستثمارات قليل اللي ديها في الثروة المعدنية، كاين ان المغرب تراجع في الانتاج ديالو لبعض الاصناف المعدنية بحال الرصاص. زيادة على هذا الشيء كاين المنافسة الخارجية على المغرب في هذا المجال، يعني كاين دول الخارج اللي كتنافس المغرب في المجال المعدني. دابا غنشوفوا اخر مورد طبيعي اللي هو الطاقة، نشوفوا الوضعية ديالو كيفاش دايرة. الوضعية ديال الطاقة في المغرب ضعيفة، وخاره المغرب فيه بزاف ديال مصادر الطاقة بحال الفحم الحجري يعني الفاخر، بحال الغاز الطبيعي وبحال البترول، ولكن داكشي قليل والتكلفة ديال الاستغلال كبيرة مقارنة مع المصادر الطاقية اللي كاينة في المغرب. هذا الضعف هذا ديال الطاقة في المغرب خلى المغرب يستورد الطاقة من دول الخارج. سالينا دابا الوضعيات، الاستنتاج اللي نقدو نستنتجوه من هاد الوضعيات هادو كاملين هي ان الاستغلال الغير منظم، يعني الاستغلال اللي كيكون غير عشوائي لهاد الموارد الطبيعية راه هو اللي كيخليها تدهور. يعني الموارد الطبيعية كاملة اللي شفنا، الاستغلال اللي كيكون عشوائي ليها راه كيخليها تدهور، وهكا التنمية ما كتزيدش للقدام. كل ما الموارد الطبيعية كتشوف التدهور، التنمية حتى هي ما كتزيدش لقدام، وهاد الصعوبات كاملة سببها هو سوء التدبير. ايوا دابا غنساليو بأساليب تدبير هاد الموارد الطاقية، اجي نشوفو شنو هما الأساليب. بزاف ديال التدخلات تدارت باش تصاوب أساليب تدبير هاد الموارد الطبيعية. بالنسبة للماء، تأسس المجلس الأعلى للماء والمناخ. هاد المجلس هذا كل مرة كيجيو فيه
حلول جديدة لتدبير الماء. كاين تقنين استغلال الماء، يعني كاين كميات كبيرة من الماء مخزونة خازنينها حتى تجيبها الضرورة ويستعملوها. كاين بناء السدود، السد هو اللي كيتحط فيه الماء، يعني كيتخزن فيه الماء، وبنوا بزاف ديال السدود اللي تخزن فيهم الماء. كاين تدبير آخر ديال التنقيب على المياه الجوفية، يعني المياه اللي كتكون في الحجر، الماء اللي كيكون في الصخور وكيكون غالبا من الأمطار ولا الشلال. وكاين التوعية بأن الماء راه مهم وخاص الحفاظ عليه، هذا كذلك تدبير مهم ديال التوعية. ندوزو دابا للتربة، شنو الحلول والتدابير اللي داروا؟ كاين التشجير، يعني غرس الأشجار بكثافة، داروا حواجز باش يوقفوا زحف الرمال. ظاهرة زحف الرمال ما كتخليش الرمل، يعني الرمل اللي هو عنصر مهم في التربة، يبقى في بلاصتو، ما كتخليش يبقى في بلاصتو كيتشتت. دونك اخترعوا شي آلات وداروا شي حلول باش يوقفوا هاد الظاهرة هادي. كذلك بنوا مدرجات باش يقللوا من الخطر ديال التعرية والانجراف. ندوزوا للغابات والتدابير اللي داروا فيها والحلول اللي عطا. من بين التدابير اللي داروا انهم اسسوا واحد المندوبية سامية مهتمة بالمجال الغابوي، وكتعطي حلول فيه وكتصدر قوانين لحماية هذا المجال اللي هو المجال الغابوي، الغابة. ولاو كيجددوا في الغابة عن طريق التشجير، كيغرسوا الاشجار بكثافة، ولاو كيديوها في المجال العلمي والعلاقة ديالو بالمجال الغابوي. يعني العلم راه مرتبط بالغابة، يقدر ينفع بزاف ديال الحوايج. ولاو كذلك كيوعيو بلي ان الغابة نعمة بحالها بحال الدار، ولا التوعية ديال ان الغابة مهمة. ندوزو للثروة البحرية. التدابير اللي داروا هي انهم داروا واحد المؤسسات كتنظم القطاع ديال الصيد البحري، بحال المعهد الوطني للدراسات البحرية، هذا تقدر تكمل فيه الا جبتي نقطة عليا في الباك. خدموا قوانين ومخططات عندها علاقة بالصيد البحري. عاودوا النظر في عدة اتفاقيات ديالهم في القطاع ديال الصيد البحري، خصوصا مع الاتحاد الاوروبي اوروبا، وبداو كيراقبوا الانتاج. بالنسبة للموردين الاخيرين اللي هما المعادن والطاقة، التدابير اللي داروا فيهم بداو التنقيب على مناجم جديدة ديال المعادن في البحر وفي البر، ولاو كيجلبوا مستثمرين اجنبيين للمعادن، يعني الاستثمارات ديال المعادن، وبدا الاهتمام بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. هاد التدابير هادي اللي دارت فيها مجهودات كبيرة عندها أهمية كبيرة في الحد من تدهور الموارد الطبيعية، ولكن هاد التدابير هادي ما كافياش. إلا فهمتي غير هادشي اللي حطيت لك، في أي سؤال تحط لك غتجيب روحك وغتجيب النقطة كاملة مكمولة. كيف ديما شكرا لك بزاف على المتابعة ديالك، كنتمنى أنك تكون فهمتي الجزء الأول. الجزء الثاني غنحط فيه الموارد البشرية. شكرا لك بزاف على المتابعة، وما تنساش تلايكي وتسابسكرايبي وتبارطاجي الا بغيتي بطبيعة الحال حريتك الشخصية. نتلاقاو في الجزء الثاني، الى اللقاء.